بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير، وأهلا بكم في مجتمع البيت العربي الثقافي ممثلا برئيسه الأستاذ المهندس صالح الجعافر وأميرة السر الأستاذ أمير المحروقة وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة وضيوفنا الأكارم. أهلا بكم في هذه الأسرة الأدبية الخاصة، تسمية خاصة بسبب ضيفاتنا في هذا المساء. ضيفاتنا الأستاذ سماح وصفي والأستاذ دعاء المسالمة والأستاذة غيداء الدعاء، رحبوا بهن مسلمين. أولا بدي أشكر ضيفاتنا الأستاذة غيداء والأستاذة دعاء لحضورهن من الكرك، فأهلا وسهلا ويعطيكم العافية. وايضا اشكر الاستاذ سماح اللي جاي برضه من اربد، اهلا وسهلا، اليوم محافظه في عمان، اهلا وسهلا. سبق ان استضفنا الشباب الطيبين الحلوين سبق ان استضفناهم في روسيا وفي اسبوعها لتوقيع كتبهم، وقدمنا ما لفت انتباهنا حقيقه وايمانا من المتدرج العربي برعايه الشباب والاهتمام بادب الشباب وبكتبهم الشباب. ابتدينا ان تكون هذه الامسيه لنستمع اليهن في امسيه رسميه، نسميها امسيه رسميه وليس في امسيه شبابيه كاسبوعها حضرها عدد خاص او كانت عدد خاصه. اليوم راح نستمع الى ادبهن ومعنا ثلاث مناهج مختلفة حقيقة. أستاذة غيداء القرالة طالبة ماجستير باللغة الإنجليزية في جامعة مرتا، صاحبة كتاب ظل القمر، تكتب الطواطر النثرية أو النصوص النثرية والقصص القصيرة بقالب سردي أحياناً وممزوج بأسلوب أدبي في بعض المواضع. أما الأستاذة سماح وصفي فهي أيضا حصل على شهادة البكالوريوس في الترجمة من جامعة يرموك عام 2013 وصاحبة كتاب رباحة الصمت. الأستاذة سماح تكتب بعض ما تكتبه عبارة عن توقيعات أو مرات أو خواطر أو نصوص أدبية، يعني مقطوعات أدبية قصيرة ولها أسلوبها. الأستاذة دعاء المسالمة مساعدة إدارية في اليونيسف بمدرسة زين الشرف التعليمية للبنات، طبعا على حسب ما تبعتوه يعني بفضل بشيء. بكالوريوس لغة عربية من جامعة دمشق، دبلوم عالي تأهيل تربوي من جامعة دمشق، تدرس حاليا في كلية البلقاء التطبيقية لأخصائية أمراض التوحد، سفيرة سلام أممية من مركز الأمل للتدريب والتأهيل، وحاصلة على وسام الإبداع من جريدة الرياض المصرية، وهي صاحبة كتاب ترياق الألباب في مواجهة الصعاب، وكتابها عبارة عن مقالات أدبية تحتوي على نصائح، تحتوي على تنمية بشرية، تحتوي على مواضيع اجتماعية، مواضيع دينية، تطرحها بأسلوب مقالي أدبي إلى حد كبير. فراح نستمع على ثلاث نماذج من كتابات وأرجو لهن كل التوفيق. كل واحدة راح تحتوي أو تتحدث ربع ساعة و نترك ذلك لكم جميعا. بداية مع الأستاذة غيداء، تفضلي مشكورة. أول ثقب بالروح، رسالة في من أسميته صديقي الذي عبرت معه الطريق ليحجرني حجرا جميلا. لا بأس يا صديقي، ما زلت أحبك، وإن أفلتت يداك من يدي لأن أنسى كل لحظة كنت فيها سببا لصنع ابتسامتي يا ضياء الروح. وإن صح تعبيري، يا من سكنت الروح ولك الروح، ويا من أحدثت ثقبا بالروح، وأنت يا من أسميتك أخي وكنت ملاذي عند خوفي وشفائي عند سقمي. أتذكر مرور السنوات كبرت معك حتى أصبحت تسري بالعروق
أما الآن فأنت جرح لا يطيب، أظنها لعنة أعادتكم غرباء، كأنكم ناسيا منسيا. نسيت أن أذكر الأموات الذين عانقوا الأحياء وذهبوا بعيدا بأرواحهم. أصاب الصقيع مركز الفؤاد حتى أمات ما أمات. حقا لا أعلم أيهما أبكي، صديقا أعادته الأيام غريبا أم أحلاما جعلها الوقت كوابيسا لا تطاق، أم أمواتا فارقتنا أرواحهم وسكنوا فينا. كم خشيت أن أراهن على أحد، لطالما كنت الخاسر الوحيد بساحة المعركة يجر ذيول الخسائر بسذاجته، لا يعرف كيف يصرخ أو يعبر عن المشاعر، لم يذق طعم دموع الفرح أبدا. كآبة في كآبة، لا تلمس ثقوبا بالقلب أنت صانعها، أخرج عبرها فقط. كم أتمنى أن أنسى، أن أتحرر من لعنة أصابتني بها عرافة يا أمي، ألقت علي سحرها، أصبحت أبكي بلا عينين وأخسر الأحباب عبر المقلتين. أدور حول كل شيء وأخسر كل شيء، ضعفي وإن أخفيته عبر الأيام ظهر لي حتى بالأحلام. أظن السماء تزينت بوقود صنع باحتراق روحي. حطام، وقد تبدو كنقاش السحور التي أبت أن تفارقني. ذوي الحطام وصداه في وبداخلي ومني، ألمه بين حنايا رأسي، أخرج أخرج وغادرني، فلست مني ولست منك، حررني من قيدك ومن فكرك ومن نظرتك وجبرك، حررني واجعلني طائرا حيث كنت. فعيناي عيناي ها هي تأكل الظلام أكل اللمة، أتهوى الروح الظلام بعد التعب، والفؤاد مرهق وكأنه يلتقط أنفاسه الأخيرة ويعتذر. من سبب ذلك الظلام ومنذ متى؟ تأمل الأيدي الخفية التي جعلت منك دمية تحركها، ها أنت الآن على مشارف الموت وما زلت دمية. اكسر حواجز الصمت، تحرر من صوصة الأيدي التي كبلت روحك وتغنت بعجزك. لكني أحاول جاهدا لكن دون جدوى، إنها أصابت الروح بسهام لا تشقى وجروح لا تلتئم. هل يستيقظ نائما حد التعب أم يستنجد شخصا حد الغرق؟ عبق شارع طويل، ليل يهبط بسرعة على المدينة، مطر شفيف، مرة ينسحبون إلى بيوتهم وحده فقط، بقي ليكمل رسم لوحته على جدار متهالك، وضوء شحيح يكاد يؤد مع أول قطرات المطر. ريح صرصر عاتية زارت مدينة القلب فاقتلعت أزهار لوزها وبساتين أميات ولدت من جديد، أدمت نجومها السرمدية، جاءت بكل حزن قطن القلب قبل ملايين السنوات وأوقع به من الخراب ما أوقع، ملأت الفؤاد ثقوبا لا تفنى وأشعلت الروح بنيران لا تهدى. كيف لقلبي أن يتحرر من بطشها وجبروتها ومن صمتها وظلمها؟ فالأغلال ملأت أعناقي والدمع زار أجفاني، حزن خيم على المكان وخرجت السعادة عبر ثقب القلب العليل، أصبحت أسيرة لحظات لم تنتهي. هجر النوم عيني ووقفت أمام كل خراب صامتة، أردت صمت صمت صمت، فعيناي تبكيان بماء البرد والمشاعر مبعثرة والأحاسيس خرجت عبر ثقوب القلب. تجردت إلى المشاعر الصماء، فقلب اليوم فولاذ لا يلين، لعله حجارة بل أشد قسوة. حلم وأحطت قدماه آخر خطواته، وكأنها بداية النهاية التي لطالما حلم بها.
حيث أحلامه المحلقة. تعانق السماء السابعة حيث الدفء، حيث الأمان وضوء نجمه السلمدي. يودع فتات الذكريات الملقى على حافة الطريق ويتمتم: أنا هنا ولا شيء يعجبني. بدا كمن يلتقط آخر أنفاسه لزمن ولا، ولكن ليس ببعيد. ود لو يملك جناح طائر مهاجر، يملك حرية الترحال والابتعاد، لكن هيهات، إنها لعنة البقاء، لعنة مرافق أبت أن تفارق. واقع وهجران الأحلام شيء مثير للسخرية، تصف أحلاما عاد بها الدهر خرابا. أأحلام دون أن تملك حق إغلاق عينيك؟ كمن كتب عليه عهدا أن يبقى مناظرا للسماء فقد أصبح أسيرا لأحلام معلقة تلطخت بعتمة الليل ورعبه. ها أنت يا أسير السماء، حتم عليك البقاء معلق بالذكريات والحاضر والماضي. الآن غدوت أسيرا لكل ما ذكرت، وهل تملك حقا أمل الهروب؟ هو أي هروب لا يأتي إلا بحروب دامية، لتجد نفسك غارقا بديجور الريح الذي لطالما تمنيت أن يتلاشى أو أن أتلاشى أنا، فليس هنالك فارق. ضياء. فقيد قلبي، تعال نصهد بكثير غزية عزيز على قلبي، لأنه كتب في عمي المتوفي الله يرحمه. أتمنى إني ما أتأثر. فقيد قلبي، قيل لي يوما عن رثاء الشعر أنه يخفف من الشوق قليلا، لكنني عاجزة أن أكتب شعرا وأنظم قافية، فالشعر أساسه الفرح، والفرح غادر قلبي منذ أمد لم يكن ببعيد. أعاني من حدة المشاعر ووطأتها، مشاعر متجذرة بالعمق بأشد النقاط عمقا. أعاني فرط الشوق، أنظر من حولي بذات المكان، أشخاص ما عادوا هنا وأخال بأنني لم أراهم، أصواتهم ما زالت عالقة بالذاكرة لكن كبلت أيدينا عن لمح صورهم. افتقدتهم وبشدة وأفتقدهم وبشدة. أتتذكرني كما أتذكرك؟ ما زال البيت يذكرني كل حين، فكلما شرقت وغربت أصر البيت أن يذكرني بأن لديه سكانا قد تركوه وحيدا. الجدران صامتة وحيدة تبكي، أتعلم بأنها تفتقدك؟ أتعلم أخير مرة دخلت البيت فيها شممت رائحتك؟ أقسم لك بأنني شممت رائحتك. أجزم بأنك تسمع نداء قلبي إليك، عد إلى الدار حيث أن الدار قد اشتاقت، عد أتوسل إليك منذ رحيلك ومشاعر الحزن حلت بكل زاوية بالمكان. أتعلم؟ أفتقد جلوسك إلي وحديثك معي، فكلما تذكرت كلامك تساقطت دموعي كأنها المطر. أتعلم؟ أظن بأن رحيلك كان وما زال جرحا لن يشفى وآلما لن ينسى. أكتب ومرارة الحزن في فمي ورائحة الفراق بكل مكان وزاوية. قد يكون ندائي الأخير، عد إلينا، أشعر بأننا بحاجة بأشد الحاجة إليك. أظن بأن الاجتماع منذ رحلت. أريدك أن تعلم بأنني أريدك حيا معنا الآن. أعلم بأنني أطلب المستحيل، لكن لمرة واحدة عد. أنوار البيت وإضاءتها رحلت منذ رحيلك، حتى أشجار الزيتون جفت حزنا عليك. عد أتوسل إليك، أتذكر صوت لعب الأطفال الذي يغضبك. رحلوا منذ أن رحلت، عجبا كأن مظاهر الحياة اختفت وتلاشت ولم تعد موجودة البتة. يخال لي بأن الفرح راح ورحل حيث رحت. أفتقدك إلى فقيد قلبي.
شغاف القلب حيث الريان المعتق، هجرت بنات أفكاري لغيرها خشية أن أرى ضعفي. لا أخشى أحدا بقدر خشيتي لنفسي أن تجعل ضعفي وهواني مستباحة. أخاف أن تخونني قطرات البرد فتنزل على الوجنتين، أن تقرأ الناس ما أحاول أن أخفي، أن ترى انعكاس جوفي بين الكلمات. إنه صراع العمالقة كما أرى، حروب قارعة تلقف كل ما تلقاه أمامها. لا سلطة لنا عليها ولا هدنة، كل شيء مستباح. فلا خارج من الحرب إلا بخيارين لا ثالث لهما، إما كمال وإما زوال. أرى نار تشتعل ومظهر ثابت، لا أود لكلماتي أن تحل ولا لحروفي أن تقر، وكأنني خبأت سر الخريف بين الجمل. لا أعلم حقا إن كانت هذه قوتي أو ما ادعيتها، فقد أضعت ما أقول. شكرا جزيلا أستاذة غيداء، يعطيك العافية. يعني احنا عم نفرغوا اليوم اين اقطاب ضوئيه او تشكيل، لانه احنا بنعطيكم الفرصه بالمستقبل ان شاء الله انكم تكونوا افضل وافضل. هذا الاحساس الرائع اللي قدمتم لنا اياه، وهذا النص بنصوص ادبيه جميله، شكرا لك علينا جميعا. موعدنا الان مع الاستاذه دعاء المسالمة، فنستمع وشكرا. تفضل. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. كتابي ترياق الألباب في مواجهة الصعاب. كما قيل أن الكتاب عبارة عن مقالات من الواقع الاجتماعي والخبرات الحياتية، وأظن أن كل واحد فينا يعني لديه خبرات حياتية فإن شاء الله سأبدأ ببعض النصوص المنتقاة من الكتاب. يأتي بها الله أمالك التي ترنو لها النفس باتت على مشارف التحقيق، أحلامك التي عقدت العزم لتمضي بسبيل تحقيقها أصبحت ممكنة. لا مكان للمستحيل في قلب وقف على أعتاب اللطيف الخبير. إنه عليم بحالك، مطلع على السر وأخفاه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قف بأعتابه ونادي يا رب طرقت بابك، سيسري لأعماق قلبك نسمات البشر وتجلو ما في القلب من هم وغم، نسمات تنعش القلب من سبات الألم ودياجير الخوف وتمنحه الحياة بعد طول عناء. فأتمنى من الله أن يأتي بكل أحلامكم وأمالكم. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يشق في الأعماق صراع عميق بين اليأس والرجاء والتماسك والانهيار، نتظاهر بالقوة مع أن قلوبنا تنزف ألم، ضحكات تستر خلفها أنين القلوب وقوة تخفي بداخلها محطات ألم وضعف. في ظل لحظة الصراع بين التماسك والانهيار يهب صوت العقل هادرا قويا لا للياس، تبزغ من واحة الأمل خيوط لتنتشب القلب من وهدة الألم، لكن الياس يحاول جاهدا أن يعيد سلطانه لمملكة قلب المرء ويجعل منه إنسانا ضعيفا بعد أن مزقته كروب الحياة. بكل كرب وضربة قلب هناك رسائل ربانية، من فهمها سيجنب الكثير من المهالك وتبث فيه روح الإيجابية التي تقهر المستحيل. لكل منا تواريخ لا ننساها ولحظات مزقت الروح وألمت القلب وألقت الجسد صريعا في متاهات الحياة وغيرت مجرى حياتنا، لكن المؤمن الفطن من اعتبر بالخير والشر وكان قويا قادرا على السير القويم في نهج الحياة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، واللحظات الفارقة بعد الرسائل الربانية
بقلب كل شخص تنصهر فيه لتغير بوصلة عقله، إما شخصا للأفضل أو تزج به للهاوية والهلاك. والعاقل من عرف حجم الالتواءات التي تمر بها النفس البشرية، وكان على الرغم مما فقد عند مروره بمحطات الضعف قويا بما يمتلك من عقل وإرادة تجعله قادر التغلب على الضعف، ليتحول الوهن إلى قوة جامحة يلوح بريقها في عيون أصحابها. أيا صاح، الحياة ليست مجانية الدروس، شحيحة هي ولا تعطي الدروس بعد استيفاء حقها دفعة واحدة، بل تقطرها تقطيرا، في حين أن الإنسان يستنزف قواه بدفع هذا الثمن ليصل لغاية قد نحتت حقائقها ووقائعها في أعماق الذات نحتا، ومفادها لن تصل إلى المجد حتى تعبر الأشلاء. نقرأ عن الفراق شيء؟ في وهلة من الزمن تتوقف فيها عقارب النبض، ويسكن القلب عن العمل، تتكسر الأقلام ويجف مدادها، وتموت الحروف صرعى في مقابر السطور بحثا عن نسمات طمأنينة، فلا تهطل الكلمات على المساحات ولا تجعلك تتنفس تنفسا طبيعيا، والكلام في الأعماق يتوقف بين الحنجرة والفم، تخلقك الزفرات وقلبك ممتلئ بالكلام، لكن الحروف لا تسعفك لمبتغى، فتتمتم حينها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. في لحظة من الزمن لن تعود الحياة كما كانت عليه من قبل، بعد افتقاد أحبة كانوا للقلب نورا يضيء سواد الليالي الحالكة وبلسما للدهر الأرقم، تحاول الهروب من الألم فلا تجد إلا نار الذكريات تذيب القلب كشمعة تحترق ببطء، تتمنى حينها لو توقفت ساعة الزمن قبل هذه اللحظة، أو دقت أجراس تنبيه للقلب، أو تحرك نذير الفقد بالنفض لتكن على أرضة الاستعداد، ويكون جل أحلامك أن تعود حياتك للوراء قليلا، وتسيح خيالك بذكريات ما مضى، ضحكات وكلمات وأيام وأحلام، كلها تصفعك بواقع صلد من الألم، يعتصر له القلب شوقا لما مضى وحزنا على ما حل. لحظة الفراق كوت القلب وأردته طريح الشقاء، حفرت الدقائق والثواني لساعة توقف فيها القلب عن النبض، ولم يذق طعم الراحة والفرح بعدها، بل إن الأفراح تشعره بالشقاء ويزداد الألم، وتصبح الساعات عصية على المرور بسرعة بطيئة لي، يتجرع فيها الحنين والشوق ببطء شديد، وتبقى مرارته عالقة بالقلب طوال الحياة، تتمنى لو تلحق بهم قريبا لتنعم باللقاء وتقر عينيك بما أعده الله للصابرين، تشعر كأن من رحل عنك ذهب مسافرا عن دنيا الآلام ستلحق به عاجلا أو آجلا، وازدحام المشاعر يجعلك بين لوعات ألم وشوق وحنين وطمأنينة تسري في العمر وتريح القلب، إنما في نهاية المطاف ذاهبون هم السابقون ونحن اللاحقون، إننا جميع الراحلون ولن يبقى إلا الأثر، عمر واحد وحياة لن تتكرر، فعليك أن تتجاوز أزماتها والصبر فيها واجب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ملتزمة بالوقت. أحياناً بيكون عندنا مبدأ من المبادئ بحياتنا، وهالمبدأ ممكن بأنه نتنازل عنه لشخص ما أو لموقف ما،
نصيحتي لا تراهن، لا تراهن على مبدأ في حياتك لتنال تأييد الآخرين، فلست مرغما أن تسحب من يدك بطاقة نحت حروفها من دم قلبك وأغوار عقلك لترضي بذاك أحدا، ولو فعلت وبصمت فرحا أن أرضيتهم أوصيك حينها ألا تبصم لهم بالعشرة، واترك واحدا لتعض عليه ندما بعد أن فعلت بعد فعلتك. عندما تدرك أنك على صواب ابق عليه ولا تأخذك فيه لومة لائم، ولا تتنازل عن منظومة أفكارك وبوتقة أخلاقك التي سقيت عليها، لا تخدعنك المشاعر أو تلوح لك العواطف من بعيد فتستجيب لإشاراتها وعقلك يرفض هذه الاستجابة. كن كالغيم أينما وقع نفع، ولا تغير مسار معصراتك لإرضاء أحد، فرضا الناس غاية لا تدرك ولن تدرك. لسه في وقت؟ كم باقي من الوقت؟ درس من قلب الحياة. طبعاً كلنا بنعرف الكاتب بس يكتب كأنه عم بيطلع شيء من حياته للآخرين. فأيوة، درس من قلب الحياة، أعمق ما وصلت إليه في الحياة وكان درسا لتجارب الزمن، هو أن الحياة بطولها وعرضها ليست أكثر من مغامرة، وإن لم نكتشف في كل لحظة جانبا من جوانبها الغامضة ونفك طلاسمها المخيفة فلا يمكننا أن ندعي أننا عشناها كاملا. وفنون العيش على هذه البسيطة إن تعلمها الإنسان واحترف العمل بها ستجعل منه إنسانا حقيقيا، لأن الحياة قد وضعتنا وجها لوجه أمام تحدياتها القاهرة، وانقطع بين أيدينا زمام الأمور، وأصبحنا لا نمتلك أمام هذه التحديات سوى المواجهة وامتلاك جميع الأساليب والمفاتيح التي تمكننا من الفوز في معركة التحديات. وما علينا سوى الدعاء وأن ننهل وردنا السماوي ونتقوى أمام توغل الحياة وتوحشها، ونواجه الهجمة المادية القاسية وزمن السلبية الذي نمر فيه. فالحياة لمن علم وفهم ليست شرا خالصا، وهي الباب إلى النجاح الدنيوي الذي ينال فيه شهادة الفلاح في الآخرة، لأنه قلما تجد إنسانا جمع بين النجاح في الآخرة والأولى. فصلى الله عز وجل أن نكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. يلا بتكون شيء حزاني ولا فرايحي؟ دائما بنعاني بحياتنا من فكرة بإنه تقترب من ناس كتير فالخذلان بالعلاقات. فعندي مبدأ أساسي بحياتي اللي هو فن المسافات الآمنة. وين هم المسافات الآمنة؟ فن المسافات الآمنة. حياتنا رحلة فيها محطات للارتياح ثم نضي في عجلة السعي للوصول لبر الأمان. وللحفاظ على حياة آمنة عليك أن تتقن القيادة باحتراف وتضع مسافات أمان بينك وبين الآخرين. تجد رحلتك الكثير مما يريد الاقتراب حد الالتصاق، فلا تفسح المجال للقرب حد الاختناق، ولا تبتعد وتنأى بنفسك عن الناس حد اللا رؤية. اختر لنفسك بعلاقاتك مع الآخرين مكانا يليق بك وبك يعني، فرب قرب ولد عداوة لا متناهية، ورب ابتعاد خلف ندم على شخوص يحق لهم التربع وسط القلب. فكن بين بين، احبب حبيبك هون ما عسى ان يكون عدوك يوم ما،
وأبغض عدوك هون النار عسى أن يكون صديقك يوما ما. أنت الربان والقائد في محطات العمر، عليك أن تترفق بنفسك، لا ترمي بقلبك لمن لا يقدر قيمته فيعصره ألما وتتكبد عناء ذاك القرب. وفي الجهة المقابلة لا تكن جلدا قاسيا أمام من أرادك قريبا فعلا في حياتك فترديه في متاهات البعد. بمسافة الأمان بينك وبين الآخرين تسلط الأضواء أمام عيون الحق لتتبصر الشخوص عن كذب، فتنجلي غمامة الغموض عن الكثير، فتجد أن العلاقات تمر أمامك كقوافل قد حددت لها حقا تقف عنده. لا تتعداه بالقرب فتسبب لك الكوارث، ولا تبتعد عنه فتسبب لك ضبابية الرؤية، وأنت بين هذا وذاك في مكانك ثابتا، لا القرب يؤذيك ولا البعد يقلصك. الكثير قد يظن خاطئا أن هذه المسافات خاصة بالأشخاص البعيدين عنا، لكن هذا عين الخطأ. فالمسافات هذه لا تقتصر على الأشخاص العاديين، بل شاملة لكل منظومة العلاقات الاجتماعية، حيث تصهر كل تلك العلاقات لتقف على خط واحد لا تبتعد عنه خطوة ولا تتقدم عليه قيد عيون، وتكون قد حفظت على نفسك قلبك وخرجاته وما يعتريه بسبب محبة مندفعة لا قيد لها قد تمنعك من رؤية عيوب المحبوب، أو من بغض باهت لا مسوغ له يبعدك عن النظر لمحاسن المطلوب. عليك أن تثبت في المكان نفسه أمام الجميع لتتضح الرؤية وتنظر للأحداث والمواقف بعين العقل، فلا تسلم نفسك وتندفع لفخ المشاهير دون أن تتروى فتقع ضحية خيبات الخذلان، ولا تنقض على ذاتك فتبتعد ويبتعد عنك الجميع. خلاصة القول: كن أنت النواة، والكل يدور حولها بمسارات ثابتة، فالبروتونات الموجبة تسير والإلكترونات السالبة حولها أيضا تسير، لتكون في نهاية المطاف حياتنا كخلية متوازنة الطاقة ومتعادلة النفسية. أتمنى لكم جميعا حياة متعادلة نفسيا. شكرا أستاذة دعاء المستمع على ما قدمت. كان ضايف الأستاذة غيداء حقيقة أخذتها أستاذة دعاء. تمام جماعة الكرك. اثنين جماعة الكرك في الإكساب الباقي. الآن نروح لأبد شوي. من شمل؟ عسوريا كمان. عسوريا. قرمتنا. الآن مع أستاذة سماح وصفي ولتركها تقدم ما شاءت خلال ربع ساعة اللي منها. طب أنا بس بدي أعرف على شغلي، لا حصلت في كاريزما بينهم جدا، هم عندهم جروب تواصلوا مع بعض وجايين لبعض وعارفين نص كل كلمة، فكانوا يضحكوا على كل كلمة لأنهم حاطين نفسهم كويس. بس جميل إنه زمان الجدد exactly. على هذا التوافق وعلى هذا الانسجام. لسه ما بلش سماح، هذا مبشر مستقبل رائع لكم إن شاء الله تعالى. أستاذ سماح تفضل. يعطيك العافية أستاذ محمود، أهلا وسهلا فيكم جميعا. كتابي كتاب وضاح الصمت. اتخذت الصمت وطنا فما عاد الصمت يحتضنني دفئا، فاعتصرت خلاصة الكلمات المزدحمة في قلبي وبحت واقعا وخيالا يشبهني ولا يشبهني. ستوب، هذا المايك مش عاجبني. لا الصوت هون أوضح، صوت بزمر هذا. لا كل شيء في هذه الحياة جميل حينما نقرر أن نراه كذلك. جرب
كل شيء في هذه الحياة جميل حينما نقرر أن نراه كذلك. جرب معي أن تغمض عينيك وتنظر إلى قلبك. ولا حتى ضمن. إنك تبتسم الآن. لقد ابتسمت. لا تنكر ذلك. أرأيت؟ نحن أسياد أفكارنا. افتح عينيك وابتسم للحياة ترى الوجود جميلا. مهما مررت بصعاب فقط خذ نفسا وأغمض عينيك ثم انظر للحياة بقلبك. تمام. حاضر أستاذ. حينما تستيقظ في الصباح الباكر وتتجول في أرجاء المدينة وحدك والناس نيام، لا أحد سوى أنت وقلبك وطيور أيلول. آهم يا أيلول، آهم يا أيلول، كم تحمل معك من الذكريات. تسير وتذهب بك روحك إلى مكان نشأتك، ثم تتجه نحو والديك دون تفكير منك. تقر وتعترف لأمك بما فعلت في غيابها، وتعتذر لها وتتمنى لو أنها هنا. أوليس هذا نصيبنا من الدنيا يا أمي؟ اختصرها الشاعر محمود درويش حينما قال: لا تعتذر إلا لأمك. ثمة شيء يمنعك من الكلام، لحظة صمت. نصمت حينما نعلم أنه لا جدوى من الكلام. لا جدوى، فقد علمونا في الصغر إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. سامحهم الله، لم يعلموننا أن ثمة شيء هناك أغلى من الذهب. لم يخبروننا أنه لكل شيء وقت، للصمت وقت وللكلام وقت. لم يعلموننا أن الكلام في وقته أثمن من كنوز الدنيا. صمت الكلام وغاب معه كل شيء. مدققين، أهلا وسهلا أستاذ. معلش أفهم اللغة لأنه لا ما أخطأناك بعدين ما نحكي على لسه أستاذ. ممتاز ممتاز ممتاز. شهر بمئة عام، ها قد انتهى أيلول. أنا ممتنة لك يا الله أنني خرجت من أيلول أخيرا. سبغير. لقد كان شهرا بمئة عام مرت فيه الفصول جميعها دون استثناء. إنها الثالثة فجرا، نحن جبناء أمام الحنين الذي نخفيه دائما. ربما سيعالج الوقت كل شيء إلا ذلك السر الصغير المختبئ في جوفك الذي يجعلك تبتسم وتتألم في آن واحد. لن يبدله شيء مهما كانت قيمته. لن يبدله شيء مهما كانت قيمته. وكأنه لا يمكن تعويضه أبدا. أستاذ أنا بأيام توجيهي كانت المس العربي الله يذكرها بالخير تلقبني بسيبوي، يعني حتى لو أخطأت برجع بعدد لك عادي ما عنديش مشكلة، بس من نظرة عينك بعرف. وإن بدت عليه علامات الموت، أظن أن أول شعور في حياة الإنسان يبقى حيا حتى وإن بدت عليه علامات الموت. حتى وإن بدت عليه علامات الموت. قرأت ذات مرة أن الرسام الشهير فان كوخ أصيب بالاكتئاب طوال حياته، والسبب أن أمه أخبرته وهو صغير أنه ولد في نفس تاريخ وفاة أخيه وأسمته على اسمه، فشعر أنه كائن بديل. ثمة كلمات تقع في النفس ربما لا تلقي لها بالا، ولكنها في الحقيقة تنتزع الروح. رفقا بقلوب البشر، انتقوا كلماتكم جيدا
ضعوا أنفسكم في مكان أولئك الأشخاص. إن كان باستطاعتكم تحمل تلك الكلمات فلا مشكلة حينئذ، ولكن إن لم تستطيعوا فلا تتفوهوا بكلمة واحدة. وأذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وما زلت أردد في نفسي: أو ليصمت أو ليصمت. هذه الخاطرة عزيزة على قلبي. في مثل هذا اليوم توفي جد لينا وغادر عدنان المدينة. في مثل هذا اليوم احترقت الحديقة السرية وماتت ورودها. في مثل هذا اليوم سافر مارك إلى لندن ولم تجد ساندي بيل له طريقا. في مثل هذا اليوم فقدت سالي والدها وتحولت الأنسة منشن. في مثل هذا اليوم قالوا منذ زمن: تخيل أن الكون لا طعم له أو لون، أو أن التلفزيون من غير سبيستون. هذا محال صديقي تعال. لم يخبرونا يوما أنه لا شيء محال أبدا. فها هو الكون لا طعم له أو لون، والتلفزيون أصبح من غير سبيستون، وفقدنا الأحبة وغابت الأمنيات. ولم تعد الشمس تشرق على قلوبنا كما كانت تفعل منذ عهدها. أشكرك جميل، شكرا جزيلا. أنتظر وجهة نظر أخرى. عندك وجهة نظر أخرى؟ بل بأخذ هنا. طب أستاذ شو تخصصه؟ بس أعلم شعراء. طب هاي بدأ أعطيك إشي في صور فنية. كلما نظرت للسماء ليلا أرى تلك النجمة وذلك القمر، لا أعلم ما الرابط العجيب بينهما، ولكن ثمة نجمة في السماء تلفت انتباهي في كل ليلة. أشعر كأنها تلاحق القمر أينما حل وارتحل. في كل حالاته، تارة أراها قريبة منه وتارة أراه يبتعد عنها، فهي ثابتة في مكانها تنتظر لقاءه كل ليلة بينما هو منهمك في العمل. فمرة يكون هلالا ومرة وأخرى بدرا، وما بين هذا وذاك يبتعد ويقترب. أشعر وكأن قلبها ينفطر حينما يختفي ويصبح محقا، بينما هي ثابتة شامخة صامدة تبقى في انتظاره كل ليلة حتى يعود. إنه أقرب مما تتوقع وأبعد مما تتخيل، ولا زال هناك سر لعدم التقائهم. لا نعلم ما الحكمة الإلهية من ذلك. ربما. أما درويش فقال: بعض الرحيل نختاره وبعض الرحيل نجبر عليه. أما أنا فأقول: أقسى رحيل هو الموت، فلا رحيل قبله ولا رحيل بعده. فاللهم بردا وسلاما على من رحلوا عنا رغما عنا. في رواية أحببتك أكثر مما ينبغي كانت جمان رقيقة القلب تحب عزيزة أكثر من نفسها. كانت تراه بقلبها لا بعقلها، كانت تغفر زلاته وتسامحه في كل مرة يذنب فيها. ولكن عزيز كان نرجسيا أنانيا لديه حب التملك، وكان يعتبر جمان من ممتلكاته الخاصة ويحق له فعل أي شيء. ثم إنه كسرها بشتى الطرق وكان لا مباليا. أظن أنني قد شتمته عدة مرات خلال قراءتي لتلك الرواية. أذكر أن دمعت عيناي احتراقا. أكثر مما أعجبني هو اعتراف جمان
لقد أحببتك أكثر مما ينبغي وأحببتني أقل مما استحقت. أشهد أن لا إله إلا الله. مهما ادعيت اللامبالاة بعده خلاص. تمام. تمام طفيت. دقيقة فقط. خلاص شكرا. صح خلاص. احنا نظامنا عربي مش نظام امريكي. بس ترجمة كيف نظام عربي؟ احنا صح. قرأت ذات مرة عبارة تقول: جرب أن تنظر إليهم كمرضى، ستشفق عليهم بدلاً كمرضى، ستشفق عليهم بدلاً من أن تقبض منهم. منذ ذلك الحين وأنا أتخذها قاعدة منهجية للحياة، فلا داع أبداً للغضب. الغضب يستنزف طاقتك. خذ الأمور ببساطة دائماً وافعل ما يحلو لك. ما دمت لا تؤذي أحداً فلا أحد سيهتم لأمرك، إن فرحت أو حزنت، شقياً كنت أو سعيد. أم سعيد، فقط أنت من يهمه أمرك. لذا أعد ترتيب أولوياتك، وضع نفسك دائماً في المقدمة، ولا تهتم لأي أمر كان، فلا شيء يستحق أن تتعب نفسك لأجله أبدا. نص دقيقة. لقد كانت نقطة. تلك النقطة كفيلة بتغيير كل شيء، كفيلة بإنهاء السطر وإغلاق الكتاب، حتى أنه لم يعد هناك شيء يقرأ بعدها. وأنا لا أقصد النقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم بدأتي بالنقطة.
أعطيك العافية. كونوا كاذبات واعدات حبينا نمنحهم هاي المنصة، ندرك أن هناك أخطاء نبوية عشان كذلك تمشوهنا هاي المرض، لكن هذا لا يعني أن اهتمام الدكتور. أنا تمنيت ويمكن كان في تواصل قبل الفترة حتى تختاروا نصوصكم حتى تشكلوا أكثر. لا بد من كثير. أنا كان جميل جدا، كان رائع جدا ما قدمته أنا بعتقد. اللي أنا بدي أحكي إنه الاهتمام باللغة مهم جدا في المنصة، الاهتمام بأسلوب الإلقاء عشان ألقي منظر يختلف عن الشعر، يختلف عن القصة، عشان أجذب وأشد الجمهور لي لابد من الاهتمام كثيرا بطريقة الإلقاء، يعني كل مقام مقام. أنا بالفعل سمعت إنه لقيت الزعراء وجايين من طرف مثل كوتو هاي يعني. تحسب لهم و... نقطة تحسب لنا نقطة نقطة يعني نقطة بكل كيلو متر. فشكرا لكم مرة أخرى. هذه الندوات لن أسمح أن يكون فيها انتقاد أو أن يكون فيها تعلم. التعلم بأجره أجل بينهم حتى نحن في كل بهذا المساء. أدعو الأستاذ صالح جعفر الله رحمه الله. أنا أستاذ إذا بدك أنا جاهز، ما عنديش مشكلة. نحن جاهزين. طبعاً الدكتور علي الدكتور شاعر والدكتور مقص ويعاء والدكتور شاعر الله شاعر الله ناصر وحاتم. أستاذ كل ما شاء الله شعراء كبار وصار محبوب إبراهيم و. يعني هيا فما أنت إلا نتاج فكري واتباعات التجارب وأثرها. تبتسم من بساطة اللحظات وتلمو عيناك من رقة الدمعات. هيا فما أنت إلا نتاج فكري وتبعات التجارب وأثرها. تبتسم من بساطة اللحظات وتلمو عيناك من رقة الدمعات. فتضع حينا دمعة وتعطي ابتسامة حينا آخر. تحلق بسماء فرص ضائعة وخيبات مكدسة، بعضها مخطوطة بيد صديق قديم عث بقلبه الدهر خرابا، وبعضها
مبتسمة، وبعضها منقوشة بجدران القلب تحمل مرارة الفقد وأوجاعه. بعض منها نحت بريشة فنان لا ينسى، رسم لوحة بألوان باهتة وردت: أنت من ربيت العاصفة فغرت، تختال بين زوايا روحك لتجد ندوبا وثقوبا هنا وهناك. لكن من العجيب أن تلك الندوب هي من صنعتك وجعلت منك شخصك اليوم. لذلك نشكر صديقنا القديم، ونشكر فناننا والخطاط، ونشكر من قدم لنا لوحة فنية لا تنسى. الآن نعاود الوقوف مرة أخرى، نعاود الوقوف بكل مرة ومرة، فنحن نجوم لا تنطفئ، صنعنا من نور الحب وجلبنا من ضياء السماء. هذا نص قصير جدا. سباق الحياة، لتعلم أن السباق اللحظة فيه نفيسة والدقائق فيه غالية، عليك أن تضبط ساعتك واحرص على وقتك ولا تنظر للعقبات التي تعتريك في الطريق، لأنها ستضيع حياتك وتكون عاقبتها وخيمة. فالوقت هو الحياة، وتذكر الليل والنهار حديثان يعملان فيك فاعمل فيهما. لقد انتهيت. إنها تخشى من الخطأ. وخير الكلام ما قل ودل. هي ماشية على النظام سكن تسلم. نعم. أستاذي تخصص لغة عربية. وهل تنفع قبلة على جبين ميت؟ وهل يفيد الاعتذار حقا؟ ما زلت أتساءل، ما السبب الذي يدفع المرء لارتكاب الخطأ وكسر الخاطر وجرح ما السبب الذي يدفع المرأة لارتكاب الخطأ وكسر الخاطر وجرح الآخرين بكل برود، ثم يعود وبكل سهولة ويسر ليقدم اعتذارا؟ أتراه لا يعلم حجم الألم الذي سببه للشخص المقابل؟ عذرا فربما لا يعلم، أم أنه يسمح لنفسه بفعل أي شيء دون حساب ولا عقاب؟ ومن قال أنه لا يوجد حساب؟ ربما لم يوجد هنا في هذه الدنيا الحقيرة البائسة، ولولا دنوها لما سميت بدنيا، ولكن هناك في السماء السابعة حيث يقام العدل، وحينما يرفع المظلوم يداه ويحتسب أمره عند خالقه سوف ينصره الله ولو بعد حين. ممكن ترجع تقرأ لنا نقطة؟ يرفع المظلوم إيش؟ لقد يرفع المظلوم يديه يرفع المظلوم يديه يرفع المظلوم يرفع المظلوم يديه. لقد كانت نقطة، تلك النقطة كفيلة بتغيير كل شيء، كفيلة بإنهاء السطر وإغلاق الكتاب، حتى أنه لم يعد هناك شيء يقرأ بعدها، وأنا لا أقصد النقطة. في ثمة تاريخ نستعيد به شريط الذكريات. الأرقام يا قمري ما هي إلا خزائن محكمة الإغلاق، نفتحها متى ما شئنا ونخرج منها ما نشاء من ذكريات وقصص وحكايات. تاريخ مميز كهذا ربما كان عليه أن يجعل المرء سعيدا بطريقة ما، ولكن ثمة شيء خفي في جوف كل منا
يعيده إلى ماض لم يذكر له مثيل أبدا، يعيدك للحظات كنت بها سعيدا، تضحك عليها ثارة وتبكي حرقة على ضياعها ثارة أخرى. خلص شد الليله لله الحمد لله شكرا جميعا بعد الصلاه رجعوا الكراسي لورا خليكم مكانكم عشان التكريم صفات التكريم. شكرا لكم جميعا.